45 سنة من خدمة المجتمع من دون أي تمييز، أصبحت رابطة كاريتاس لبنان اسم طبع بأذهان الناس وصار على ألسنتهم ليدل على كل عمل محبة وعطاء. رجال السياسة والرياضة وأهل الفكر والفن وأفراد المجتمع بيرددوا بأحاديثهم شو أنا كاريتاس؟ الأياد الخيرية اللي ساندتها جعلت من هالمؤسسة تستمر برسالتها إلى جانب كل محتاج وخاصة الأطفال اللي بتحرص على تعزيز حقوقهم وحمايتها من خلال مشاريع عديدة بتنفذها على مساحة الوطن. على مدار العام كل المتطوعين والشبيبة والعاملين بالأقاليم والمراكز المختلفة بيتجندوا لرسم البسمة على وجوه حوالي 300 ألف طفل من مختلف الجنسيات والأعمار من خلال برامج عديدة منها الترفيهية والتثقيفية وتنظيم المخيمات والنشاطات اللي بتبعدهم عن محيطهم الضيق وبتعزز انفتاحهم على الآخرين وبتسمح لهم بالتعبير عن ذواتهم وعن مواهبهم. بتحاول كاريتاس لبنان تأمين حاجات الأساسية للأطفال المحرومين من الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي من خلال برامج تبني الأطفال عن بعد وغيرها، وبتمنع انحرافهم من خلال برامج التوعية والمتابعة النفسية، ورح تخصص قريباً مركز إيواء للأطفال المعرضين للتعنيف أو للاتجار بالبشر. ولأن التعليم هو السلاح الأساسي لمستقبل آمن، تحرص كاريتاس لبنان على تعزيز برامجها التعليمية لتشمل الأطفال اللبنانيين والسوريين والعراقيين والأجانب من دون أي تمييز، وبتقدم الدعم لتلاميذ المدارس الرسمية وشبه المجانية ضمن برامج عديدة مع الشركاء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، وبتتابع التلاميذ ضمن برامج ما بعد المدرسة المنفذ بالضواحي الأكثر عوزاً. حسب الإحصاءات نسبة الأطفال يلي بتتراوح أعمارهم بين 0 و 18 سنة وبيحملوا بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة بتبلغ نحو 30%. كاريتاس لبنان بتحول الصعوبة لطاقة وبتقدم الدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي اللازم ل 88 تلميذ بمركز رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بفغال بجبيل ول 173 تلميذ بمركز البطريرك صفير للأشخاص ذوي الحالات الصعبة بزحلة، ولا 70 تلميذ بمركز هوب للأطفال ذوي الصعوبات التعلمية بالقنيطرة بيت شباب. ولأنه الدراسات بتقول أنه 11% من الأطفال بمنطقة الجنوب بيعانوا من حاجة خاصة، قررت كاريتاس لبنان تخصيص مركز رابع للاهتمام بالأطفال ذوي الصعوبات التعلمية بمنطقة الشواليق بلبعة قضاء جزين وسمته بيت حنا وجورجيت رومانوس. خمسة وأربعين سنة مرت بفضل اللي آمنوا برسالتها وقضيتها المحقة، قضية الإنسان المحتاج وين ما كان بلبنان، والأكيد إنه مسيرة كاريتاس لبنان مستمرة طالما في أبواب من دقت.